نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. وخلوني ننوه قبل كل شيء أن بعد لحظات من الآن حينضم لنا المهتم بالشأن السياسي وأيضا الكاتب الأستاذ مهدي عبد العاطي حينضم لنا من عاصمة طرابلس، وعندنا الكثير من المواضيع اللي من المفترض أن يتم الحديث عليها. اليوم هو مئوية الانتخابات، بمعنى أن يفصلنا 100 يوم بالضبط عن انتخابات 24 ديسمبر اللي من المفترض تكون انتخابات برلمانية وتكون انتخابات رئاسية. انتخابات يعني ديمقراطية، أو نقدر نقوله لما نقول انتخابات يعني الرأي الحر أو قدرة الليبيات والليبيين على أنهم يعطوا وجهة نظرهم في من يحكمهم يوم 24 ديسمبر. طبعا تتزامن المئوية هذه 100 يوم فضلات على الانتخابات، 100 يوم بالضبط على الانتخابات، تتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية اللي هو 15 سبتمبر. طبعا الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007 يعني قبل 15 سنة قالوا خلونا نختار يوم 15 سبتمبر ونحتفي به في الديمقراطية. مئوية الانتخابات، اليوم العالمي للديمقراطية، وذلك كله يتزامن مع شنو؟ يتزامن مع تراجع كبير جدا للديمقراطية في العالم كله. في تراجع للديمقراطية في كل العالم تقريبا، ويتزامن أيضا مع تراجع حتى دور المنظمات الدولية زي منظمة الأمم المتحدة مثلا، أصبح حتى مشكوك في كونها أن هي فعلا كيان ديمقراطي أو مؤسسة ديمقراطية أو لا. يتزامن أيضا مع تراجع المجتمع المدني في العالم كله، وتراجع المجتمع الأهلي اللي في ليبيا. طبعا ما زلنا في مرحلة المجتمع الأهلي على الأغلب، لأنك تحكي على مجتمع مدني معناها تقول هذا طرف ضمن الديمقراطية، طرف يركب مباشرة مع الديمقراطية. فقدمنا هذه الظروف، قاعدين في ظرف عالمي وقاعدين في ظرف إقليمي، وبطبيعة الحال نحن قاعدين في ظرف محلي. صحيح أن في تراجع في العالم الغربي أيضا، هذا شيء مهم جدا، هذا كله أيضا يتزامن مع تراجع من العالم الغربي في دعم الديمقراطية عشان نكون واضحين. لكن في ليبيا ربما الأمور يعني مختلفة شوية. عندنا العالم الغربي ما زال ما تخلاش عن دعم الانتخابات ودعم للديمقراطية. فالسؤال المهم ربما اللي نطرحه في هذه المرحلة، ربما السؤال الأبرز باستثناء مسألة الجدل اللي ساير على قانون الانتخابات الرئاسية، طبعا في حد يعني كل حد عنده أسبابه، في تيار إسلامي معروف هو يرفض في الانتخابات الرئاسية والانتخابات يعني أيضا أصبح يرفض فيها، لكن أيضا في تيار آخر ما هوش إسلامي وعنده وجهة نظر في مسألة قانون الانتخابات ويرى أنه كان من المفترض ما يتمش بهذه الطريقة، أو عندهم مخاوف معينة. في ناس عندهم وجهات نظر، يعني كل حد عنده وجهة نظر وكل حد من حقه أن يطرح وجهة نظره، وكل حد من حقه أيضا حتى أنه هو يعارض ما دامت هذه معارضة سياسية سلمية. على كل حال نبغى نسأل اليوم على الانتخابات، وعندكم مجموعة من الأسئلة على رأسها باش الواحد يسترخ الزمن في تقديركم شن هي أولويات الرئيس القادم إذا فعلا تم تنظيم انتخابات رئاسية لأول مرة في التاريخ السياسي الاجتماعي الليبي من أول ما تأسست الدولة الليبية. ففي تقديركم ورأيكم شن هي أولويات الرئيس القادم وشن يقدر يدير، وهل حتنظم الانتخابات في موعدها، وشن هي الإشكاليات؟ هذه كلها طبعا تجاوبونا عليها على بث الفيسبوك المباشر. وخلونا نمشوا إلى العاصمة طرابلس، وخلونا أيضا نرحب بضيفنا الأستاذ مهدي عبد العاطي. أستاذ مهدي أهلا وسهلا بك في البلاد، وشكرا طبعا لوقتك ولقبول الدعوة. اهلا وسهلا بك استاذ خليل وبالساده المشاهدين. نعم نرحب بك مره اخرى، وحنسالك سؤال يعني ربما هو سؤال بديهي، ربما يعني حيستغرب شوي الناس من انه هو سؤال بديهي، لكن خلينا نساله لان الان في جدل كبير على بعض حتى الاشياء المسلمات اصبح في عليها جدل. شن فائده الانتخابات في 24 ديسمبر؟ عدد لي فائدتين او ثلاث فوائد حنجنوها كليبيين من هذه الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر فائدة مغادرة كل الوجوه البائسة التي جابت الظلام وجابت الحروب وجابت القتل والخراب للليبيين. هذه أكبر فائدة، إن كل المشهد السياسي بيتغير بالكامل، كل الوجوه البائسة، الانقسام السياسي، مجلس دولة، برلمان، طبرق، طرابلس، مش عارف شنو، كل هذا بيتغير ويصبح في برلمان شرعي جديد حقيقي يمثل الشعب الليبي بعد طول السنوات الماضية من الحروب ومن القتل ومن الخراب. الفائدة الثانية المهمة، نعم، هو ممكن أن البرلمان القادم يعدل في قانون، يراجع قانون الدستور، قانون انتخاب، قانون الاستفتاء. يعني مش مستحيل، يعني من أصعب القوانين التي سنت ممكن على وجه الأرض. يعني شنو كل إقليم بيستفتي بروحه ولازم الإقليم 50+1؟ هذا عبث. شوف لنا شروط تعجيزية، مراجعة شروط المثالثة والتوافق، شرط تعجيزي يعني.
طبعا طبعا الشعب الليبي كله شعب واحد غربا وشرقا وجنوبا، وموضوع الدستور والاستفتاء على الدستور يحتاج إعادة النظر هذا القانون، ويحتاج إلى برلمان جديد لكي يعيد النظر فيه. الأمر الفائدة الثالثة والمهمة هو يعني تحسين مستوى الخدمات للمواطنين بسن تشريعات حديثة تتماشى مع العصر وتتماشى مع التكنولوجيا وتتماشى حماية حرية الصحافة وسن قوانين أقوى من اللي موجودة، حماية حقوق المدنيين وحماية حقوق المعلمين، وسن قانون جديد للمرتبات، وأيضا سن قانون خاص بالتأمين الطبي. نعم اليوم ليبيا تعاني من فساد كبير في قطاع الصحة منذ عقود، لن يصلح يعني القطاع هذا القطاع إلا بخصخصة قطاع الصحة وإعطاء تأمين طبي شامل لكل الليبيين عن طريق شركات عالمية، وهذا بيكون بإجراءات إدارية متسلسلة وبخطة مالية حديثة عن طريق الرقم الوطني، بحيث أن التأمين الطبي يصبح الفلوس اللي بتصرفهم نعم الدولة على المشاريع الوهمية لقطاع الصحة التي قاعدة تسرق وتنهب، والأرقام الفلكية تصرف على تأمين طبي للمواطن الليبي يدخل في المستشفيات داخل ليبيا وخارج ليبيا ويعالج بطاقة تأمين، بحيث أن شركات التأمين وشركات المسؤولة على هذا القطاع تصبح عندها رقابة كبيرة، وتصبح يعني تبحث عن المكسب وتقدم خدمات أفضل من الخدمات اللي موجودة. هذا وجهة نظري الشخصية طبعا. طبعا الموضوع كبير يحتاج إلى شرح وتفصيل، ويحتاج إلى خبراء اقتصاديين وماليين وخبراء في قطاع الصحة نعم وخبراء في قطاع التأمين. طيب الفائدة الكبرى التي يعني نرجوها من 24 ديسمبر هي استمرارية التداول السلمي على السلطة وممارسة الليبيين حقهم عبر صندوق الاقتراع. طيب هذه كلها تفاصيل مهمة، ونمشي للسؤال اللي هو موجود أيضا، ويا ريت أيضا المتابعين على بث الفيسبوك يستطيعوا يشاركونا بوجهة نظرهم وأسئلتهم أيضا لضيفنا المهدي عبد العاطي حول مسألة انتخابات الرئيس. رأيك بكل وضوح في مسألة إصدار قانون الانتخاب الرئيس أو الانتخابات الرئاسية اللي على الأغلب حتكون أول تجربة يعني في التاريخ السياسي الليبي؟ لاحظنا أن في خلال العقد اللي فات كانت كلها انتخابات برلمانية وكلها انتخابات يعني على مستوى تشريعي، فكيف ترى الأمور الآن ونحن خاشين في العقد الثاني الآن بعد فبراير؟ حقيقة عن نفسي في اعتقادي الشخصي قانون الانتخابات الرئاسية طالما وافقت عليه الأطراف اللي احنا نعتبر فيهم هم يعني مش من حقهم يعلنوا الترشح قبل أن يقدموا أوراقهم ومستنداتهم للمفوضية ويطلع القانون، ولكن هناك عديد من الأطراف السياسية الحالمة بالترشح إلى الرئاسة في ليبيا الانتخابات الرئاسية كل الأطراف وافقت على هذا القانون باستثناء بعض الأطراف. طبعا أنا كان عندي أمل أن القانون الانتخابات يحظى بانتخابات الرئاسية يحظى بموافقة كاملة أو موافقة جمعية من كل الأطراف نعم في ليبيا، ولكن يظل القانون غير معيب. القانون ممكن أنه هو يحتاج إلى تأمين، احنا نقوله يعني يحتاج إلى تحصيل بأن يدخل التصويت عبر قاعة البرلمان بطلب كتابي رسمي ودعوات، ويمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات الكاملة في عقد الجلسات معتمدا على اللائحة الداخلية نعم وفق التشريعات النافذة، وأن يتم تحصين القانون خوفا من الطعن حتى بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لربما هناك أطراف غير موافقة بعدين على نتيجة الانتخابات تقوم بالطعن في هذا القانون في الأساس. إذا يعني احنا سمعنا ممكن الدائرة الدستورية بترجع للعمل مرة ثانية، وهذا أمر مخيف جدا. نجول النقطة هل تتوقع ان القضاء وال يعني المحكمة العليا هل تتوقع انهم ربما يديروا حاجة زي هذه بعد ما كانت مغلقة من اكثر من 7 سنوات يرجعوها الآن في هذا التوقيت السياسي الدقيق؟ والله لا أعتقد، يعني أفضل انها تبقى مقفلة في هذه او هذا الوقت، طالما ان احنا لا نمتثل إلى القوانين. يعني إحنا من اتفاق الصخيرات إلى الآن تحكمنا المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حدثت خارج ليبيا، لكن ما علينا. أنا طبعا كنت موافق على اتفاق الصخيرات نظرا لأن كانت الفترة حرب، نعم. وافقنا على اتفاق جنيف لأن حتى هو وقف الحرب. إحنا مع أي اتفاق وأي حوار سواء في الداخل ولا في الخارج يوقف الحروب الأهلية ويوقف حمام الدم بين الليبيين، ولكن يظل أن جلوس الليبيين على طاولة الحوار الداخلية
وتفاهمهم مع بعضهم البعض من مبدأ المصالحة والمكاشفة والشفافية هو الأمر الأسلم، وهو اللي يعني بيمر بنا للنفق المضيء وبيمر بنا للطريق الصحيح. اليوم أنا أتمنى من مجلس النواب أن يحسن التصرف، فالكرة في ملعبهم وهم مسؤولين مسؤولية كاملة، وسوف يسألون يوما ما سواء أمام المحاكم والقضاء الليبي في المستقبل أو أمام الله عز وجل يوما لا ينفع أي شيء. هم اليوم في مفترق طرق، عليهم من أخذ بزمام المبادرة وإعلان عن جلسة محددة لتضمين التصويت على قانون انتخاب الرئيس، وأيضا على التصويت على قاعدة دستورية حديثة للانتخابات البرلمانية القادمة، لأن هذا في تخوف كبير اليوم إن إحنا مجلس النواب، رئيس مجلس النواب ربما رمانا طعم تقديم قانون انتخاب الرئيس للمفوضية العليا وقدم الأمم المتحدة، ولم يباشر الجلسات في موضوع القاعدة الدستورية أو انتخابات البرلمانية، وخايفين إن هو يكون يعني بيعتمد على انتخابات موضوع قانون الانتخابات السابق على سنة 2014. نعم. وهذا أمر خطير. ليش؟ لأن في سنة 2014 كاين الانتخاب بالنظام الفردي، وشفنا احنا النتاج اليوم، يعني انت اليوم احنا بكل برلمانات العالم. نعم. يعني تكون فيها تشكيلات حزبيه وكتل حزبيه تمثل البرلمان داخل، يعني تكون ممثله داخل البرلمان. نعم. فانت عندما تريد تمرير اي مشروع او اي قانون تتفاهم مع الكتل الحزبيه وتتفاهم مع رؤساء الاحزاب اللي ممثلين داخل مجلس النواب، وليس مع 234 شخص توا بتجيبهم من النظام الفردي وبتقعد حاصل فيهم وبيقعدوا دايرين مشاكل زي والاحزاب امر واقع في نهايه الامر. يعني في من يقول لك اساسا استاذ المهدي ان ما تقدرش تلغي الاحزاب حتى لو كان جمدتها سياسيا، في الواقع موجوده، يعني حتى لو كان ما فيش احزاب حتجد احزاب داخل البرلمان زي البرلمان الحالي، رغم انه ما فيش احزاب لكن تلقى تكتل فيدرالي، تلقى ناس محسوبين مثلا على الاسلاميين، ناس محسوبين مش عارف على من، يعني موجوده في نهايه الامر، ظاهره موجوده. لكن الموضوع خطير استاذ خليل. انت لما ترجع بيا لنظام القائمه اللي الفردية وبعدين جي تقول لي والله لا سنة 2014 وبرلمان ما قبلوش بنتائجه أطراف لأن ما فازوش، وبتصير لنا مشاكل تانية زي 2014 وبتصير لنا يعني نعم. تمهيد لحرب قادمة، فاحنا ليش ما نختصروش الطريق ونراجعوا قاعدة يعني مشروع انتخابات البرلمانية وقانون انتخابات البرلمانية لوضع نظام القوائم من جديد، إرجاعه ضمن القانون، وأيضا لكي تشارك الأحزاب السياسية في هذه العملية. والآن كل الليبيين الأغلبية السياسيين انضموا تحت كتل حزبية وأحزاب سياسية وأصبحوا معروفين، وهذا شيء ممتاز. يعني تو الليبي أنت بتحطه اليوم أمام خيار في دائرة من الدوائر، تقول القائمة الحزب الديمقراطي، قائمة حزب العدالة والبناء، قائمة حزب التحالف القوى الوطنية، قائمة حزب الأمة، قائمة حزب كذا. فهذا الشعب الليبي عارف أن القوائم هذه، القائمة تتبع العدالة والبناء، سابقا انشقوا داروا الحزب الديمقراطي، هذاك الحزب التحالف الوطنية معروف الحزب اللي فاز في المقاعد الأعلى مقاعد نيابية في 2012، حزب جديد بيقول والله رئيسه فلان فلاني، توجهها ليبرالي علماني، توجهها إخواني، توجهها كذا. يعني الشارع يبدأ يعرف هو المن بيصوت، ويعرف ان عبر نظام القوائم الحزبيه الشارع الليبي بيبدا والمواطن بيبدا عنده خيار يعرف المن بيصوت. وبعدين داخل مجلس النواب تجتمع كل الكتل هذه وتبدا معروفه، الكتله هذه تمثل حزب كذا، الكتله هذه تمثل حزب كذا، الكتله هذه اندمجوا فيها زوز احزاب، يعني شخصيات مثلت احزاب داخل البرلمان واندمجت في زوز كتله، فنستطيع نتفاهم معاهم. لكن فرديين طيب. كيف بنتفاهم معاهم؟ انا وبيسببوا لي مشاكل زي المشاكل اللي حاصله الان، هذا التخوف اللي نعم. وجهه نظر واضحه جدا في الجزئيه هذه. نعم، وجهه نظر واضحه جدا. حنرجع لك اخونا المهدي عبد العاطي وانت موجود معنا الان، وخلونا نرحبوا كلنا بالسيد السنوسي اسماعيل الشريف مهتم بالشان السياسي. اهلا وسهلا بك في البلاد، وقدمنا مئويه استاذ السنوسي، ما زال 100 يوم بالضبط على انتخابات 24 ديسمبر، في تقديرك هل حتنجح السلطه الحاليه في تنظيم هذه الانتخابات متزامنه برلمانيه ورئاسيه؟ وفي تقديرك ايضا باش يعني تاخذ راحتك في الاجابه،
هل حيستمر مجلس الدولة على سبيل المثال أو ما يمثل من تحالف مجلس الدولة في المعارضة السياسية، أو ربما يعني يطور الموضوع ويتحول ربما إلى معارضة عسكرية لمسألة قانون انتخابات الرئيس في حال أن جماعة البرلمان أصروا وقالوا القانون هذا ممتاز ومية في المية؟ تحياتي طيبة سيد خليل وضيوفك ولكل السادة المشاهدين. نعم. اعتقد بان الانتخابات ونحن الان على بعد 100 يوم من هذه الانتخابات، اعتقد بانها ماضية بشكل جيد، يعني من حيث الاستعدادات الفنية ومن حيث الجوانب الأمنية. كل تصريحات يعني من يمسكون بزمام يعني لنقل القدرة على تحقيق الأمن في غرب وشرق وجنوب البلاد، كلهم يؤكدون بأنه لا مشكلة في إجراء الانتخابات، والاستعدادات الفنية المفوضية هذه أمور طبعا واضحة جدا. وأصبح لدينا الإشكاليات الدستورية والإشكاليات القانونية التي طبعا دائما ينبغي أن نفكر بأننا لا يصح أن تقف البلاد من أجل يعني خلاف قانوني أو من أجل يعني لنقل انسداد في الجانب التشريعي والقانوني، لأنها لكل هذه المشاكل لابد أن يكون لها حلول. يعني مثلا لدينا فرصة كانت موجودة لمجلسي النواب والدولة، كانت لمدة 60 يوم لو تذكرون في بداية اعتماد خارطة الطريق قبل أن يلتئم الملتقى، كانت هناك فرصة لمجلسي النواب والدولة لمدة 60 يوم للتوافق على قاعدة دستورية أو على استفتاء الدستور، وكانت فرصة موجودة قبل سنوات أيضا. الدولة لم يتوافق، وقبل سنوات كانت فرصة موجودة للمجلسين. نعم هذا يعني لنقل أننا نبدأ من خارطة الطريق، يعني فأصبح 60 يوم ضاعت الفرصة ولم يتمكن المجلسين من التوافق، وأصبحت الكرة في ملعب ملتقى الحوار السياسي الذي هو الآخر طبعا أسبق في التوصل إلى توافق حول هذه المسألة. ولكن يعني قلت لك يا خليل، دائما في ذهننا أن الشعب الليبي حسب استطاعة الرأي يريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا من حق الشعب طبعا بطبيعة الحال، والمجتمع الدولي أيضا وصل إلى قناعة شبه يعني مؤكدة بأن ليبيا ليس فيها حل من أجل تحقيق الاستقرار إلا إجراء الانتخابات. يعني هو ربما الصورة ليست وردية تماما في المجتمع الدولي بأن يسعى لنشر الديمقراطية أو في ليبيا أو غيرها، ولكن هذه مصالح، يعني المصالح التي نرتبط بها مع العالم الخارجي في استقرار ليبيا، واستقرار ليبيا يعني واضح صراحة من أننا لا يمكن أن نحقق الاستقرار في ظل هذا التشرذم والانقسام السياسي الذي نحله بالانتخابات. أعتقد بأن الانتخابات هي نعم أعتقد أنك قطعتني. لا تفضل أستاذ السورسي، بس لكن الصوت أكرم في الجملة الأخيرة. نعم. تفضل كمل وجهة نظرك. نعم الانتخابات يعني استحقاق لا بد منه أن يكون يوم 24 ديسمبر، ليس هناك مفر منه إلا في حالة الطلب المفوضة. فترة تعجين محدودة جد تكون لا تتجاوز ربما شهر أو شهرين، لكن احترام الموعد الانتخابات هذا أمر مهم جدا، بحيث يعني نحترم إرادة الشعب الليبي، وأيضا نحترم التزاماتنا أمام المجتمع الدولي، لأن خارطة الطريق التي توافق عليها ليبيو تحت إشراف الأمم المتحدة وبمتابعة ومن عديد الدول التي لها مصالح في ليبيا أو دول الجوار أو الدول العظمى وإلى آخره، هذه لها هناك مسؤولية. نعم. على عاتق الليبيين اتفقوا على أن يكون الحل بينهم حل سياسي عن طريق صندوق الانتخابات، وفعلا ننتظر من مجلس النواب أن يكمل ما بدأه ويعني ينزل اللي هو القانون الانتخابات البرلمانية، وكما ذكر ضيفك بنظام القوائم بطبيعة الحال لكي لا يتكرر خطأ الانتخابات الفردية، والتي الحقيقة نرى نتائجها من الصعب جدا إحداث توافق داخل حتى مجلس النواب على أي مسألة. وبالتالي فإن يعني الليبيين الآن يعني الحقيقة أعتقد أنهم يسيرون في طريق يعني واضح، وهو خارطة الطريق. الآن لدينا 100 يوم لكي نتجه إلى انتخاب رئيس وبرلمان جديد. نعم.
نشكرك جزيل الشكر استاذ السنوسي اسماعيل الشريف، وطبعا نعتذر ايضا للمشاهدين ربما كان في بعض الجمل ما كانتش واضحه، لكن شكرا جزيلا للسيد السنوسي اسماعيل الشريف المهتم بالشان السياسي، شكرا لوقتك وايضا شكرا لهذه المداخله المهمه. نرجع مره اخرى مع الاستاذ المهدي عبد العاطي، في من يسال فيك عن الضمانات، يقول لك باهي يا سيدي نحن مشينا نحو الانتخابات وطلعت النتائج يعني ربما ما هيش مرضيه لقطاع معين، كيف نضمنه كيف نضمن ان ما فيش حد يعترض بشكل مسلح او عسكري على الانتخابات؟ وربما هذه تقودنا لسؤال اخر ربما هو مهم، عندنا فيه تجربه كبيره المهدي عبد العاطي، ديما عندنا مشكله في قدره الحكومه او السلطه على الحكم، بمعنى لنفترض حتى ما كانتش في معارضه عسكريه او مسلحه والجميع قابل بالنتائج واصبح عندنا رئيس واصبح عندنا برلمان جديد، هل في ضمانه ان الحكومه المنتخبه او الرئيس هل هو قادر على الحكم فعلا في كل ليبيا؟ عندنا مراكز قوه في الشرق وفي الغرب، هل الرجل اللي حيجي حيقدر يحكم في ليبيا فعلا حكومة وتحكم يعني؟ طبعا أنا عندي وجهة نظر شخصية متبنيها من فترة طويلة، نعم، هي أنك أنت لازم ما تبحث عن تسوية حقيقية للشعب الليبي، لازم من الشعب الليبي يدخل في حوار مجتمعي لوضع مبادئ وعقد اجتماعي من أجل قبول نتائج الانتخابات وقبول التداول السلمي على السلطة وقبول التعايش السلمي بين الليبيين. هذه مفروض وظيفة المجلس الرئاسي حسب خارطة الطريق يعني مسألة طبعاً مصالحة. طبعاً نعم. طبعاً. لا ما بيش نخش في مسألة المصالحة، احنا بنخش في كلام أكثر من هيك. احنا اليوم قلنا لك احنا اليوم في رهان مع الزمن، سباق مع الزمن، اليوم 100 يوم بالضبط على 24 ديسمبر. مجلس النواب عليه كامل المسؤولية من أجل تحصين قانون الانتخابات الرئاسية وقانون القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية وتحصينهم بالتصويت وتحصينهم من ضد أي يعني شكوى أو ضد أي يعني تقديم فيهم طعن، نعم. وهذه المسألة الضمان. المسألة الثانية على كل الجهات تقع المسؤولية مشتركة، اليوم رئيس الحكومة من المجلس الرئاسي من رئيس البرلمان من القائد العام للجيش في المنطقة الشرقية حفتر من رئيس الأركان ووزير الداخلية في المنطقة الغربية، كلهم تقع على عاتقهم مسؤولية مفروض يجلسوا في حوار مع بعضهم ويخرجون بوثيقة اسمها وثيقة مبادئ الحاكمة للتعايش السلمي والأهلي وقبول نتائج الانتخابات وتمرير الأطراف الفاعلة على الأرض، الناس اللي يمتلكوا، نعم، يمتلكوا القوة والسلاح. نعم طبعا، إذا كان أنا قلتها في السابق عبر قناتكم وشاشتكم أخوي خليل ومعاك، نعم، في برنامج قلت لك إذا كان أنا كنت رئيس حكومة من أول ما جيت في شهر 3 الماضي لكنت أنا عملت إلا حاجة واحدة قبل لا نشكل أي تغيير مجالس إدارة وندخل في البزنس والصفقات والشركات ونسيب نحطها مش عارف قداش منصب، نسيب أهم شيء أنا جاي علشانه، أنا جاي في مهمة محددة وهي أني نذهب بالبلاد إلى بر الأمان ونقدم خدمات المواطنين ونمشي بالبلاد ل 24 ديسمبر. كاين من المفترض على المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة أن يأخذوا زمام المبادرة بحكم أنهم هم انتخبوا في جنيف أو تم التصويت عليهم من قبل لجنة الحوار السياسي، كنا نتفقوا أو نعترضوا معاهم، ولكن هم اختيروا من أجل نقاط محددة جوهرية في تاريخ الشعب الليبي وتاريخ ليبيا، وهي أولا تقديم خدمات للمواطنين، المواطنين كانوا يعانوا من قلة الخدمات وهذه تحققت بنسبة 20%، يعني الوقف كامل لإطلاق النار هو متحقق من قبل ليجوا هم، دعم لجنة 5+5، وإحنا شفنا الهجوم اللي صار من الآلة الإعلامية اللي تمتلك نصفها الحكومة على لجنة 5+5، ولكن لجنة 5+5 بارك الله فيهم كانوا قد المسؤولية التاريخية واستمروا مستمرين في شغلهم الوطني، وأيضا الذهاب بنا للانتخابات المباشرة. إذا كان المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ما استطاعوش فتح حوار مجتمعي مباشر مع المنطقة الشرقية المتمثلة في رئيس مجلس النواب والمتمثلة في المشير حفتر والمتمثلة في المنطقة الغربية في بعض القوى السياسية الفاعلة ومجلس أعلى للدولة والناس القيادية في النظام السابق، نعم. طبعا احنا نحيي كل الجهود والخطوات قامت بهم الحكومة والمجلس الرئاسي في موضوع يعني التسامح والمصالحة الوطنية وإطلاق سراح السجناء، واحنا تحدثنا قبل هذا في قناتكم المحترمة على موضوع إطلاق السجناء، وأنا مؤيدة بالكامل ونعاودها مرة ثانية، أنا أؤيد بالكامل إطلاق سراح أي ليبي
عند البراءة من المحكمة والقضاء الليبي بر أو تم تبرئته وتم عرضه على النيابة وتم عرضه على القضاء وتم محاكمته وتم تبرئته، مفروض يطلق سراحه كائن من يكون أي ليبي في أي سجن في ليبيا. طبعا المشروع مفروض كان حوار مجتمعي مع القادة الفاعلين على الأرض من كل الأطراف، ويتم تمرير وثيقة للمبادئ الحاكمة. أنا زمان قدمت مشروع سميته التسوية الليبية الشاملة. التسوية الليبية الشاملة كانت تتحدث على ملف السجناء المسجونين، وكانت تتحدث على موضوع وثيقة للتعايش السلمي والأهلي وقبول نتائج انتخابات بين الليبيين. أنا إلى الآن ما زلت نقول إذا كان في نية رئيس الحكومة ويسمع في الآن هو وجماعته، ورئيس المجلس الرئاسي ويسمع في جماعته، ويستطيع أي واحد ينقل الكلام هذا هو والنواب متاعه في الرئاسي، إذا كانوا يريدون فعلا الذهاب بنا لانتخابات ويريدون فعلا أن كل الأطراف تقبل بنتيجة الانتخابات، عليهم وضع الاجتماع الفوري العاجل والكف عن السفر وعن يعني مغادرة البلاد، عليهم الجلوس في ليبيا والدخول في حوار مجتمعي يجمع كل الناس الفاعلة على الأرض في المنطقة الغربية والشرقية والوسطى، ويعقدوا ميثاق عاجل يمرروه على الجميع بوثيقة مبادئ حاكمة للتعايش السلمي الأهلي وقبول نتائج الانتخابات، وإعطاء هذه الوثيقة تسليمها للمنطقة الشرقية لمجلس النواب، أو مشاركة رئيس مجلس النواب حتى عبر دوائر زوم أو عبر سكاي بي أو عبر الدوائر المغلقة في هذه الاجتماعات، ومشاركة أيضا المشير حفتر أو من يمثله في هذه الاجتماعات، ووضع وثيقة جامعة تجمعهم كلهم، لأنهم هم الآن منوطين بهذا الشيء، وهذه من اختصاصاتهم ومن مهامهم. ما نقدرش نقوله أن على رئيس الحكومة بروحه المسؤولية أو المجلس الرئاسي بروحه، لا، المسؤولية على رئيس المجلس على الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب وأعضاء النواب الفاعلين ورئيس الأركان والمشير نعم. حفتر ووزير الداخلية. بالمناسبة يعني في سياق الحديث تحكي فيه أخونا المهدي عبد العاطي، في بحسب مصادرنا في تسريبات يعني أمريكية، ربما الأمريكان قد يشتغلوا على فكرة مشابهة، بمعنى أن هم يعني ربما يرتبوا الاجتماع يعقد يضم القوى الفاعلة الموجودة على الأرض بحسب بعض المصادر. نعم تفضل. طبعا أنا المعلومة اللي عندي إنه هو مشروع تركي روسي، ممكن متبنياته أمريكا، لكن أنا نعرف أن فيه مفاوضات تركية روسية على اجتماع من أجل السلام ومن أجل قبول نتائج الانتخابات في الأيام القادمة على مستوى القوى الفاعلة. أيضا هو مرحب به، لكن أنا إذا كان رئيس المجلس الرئاسي السيد موسى الكوني، السيد محمد المنفي موسى الكوني والسيد عبد الله اللافي، ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب ورئيس المجلس أعلى للدولة والمشير حفتر أو من يمثله ورئيس الأركان ووزير الداخلية، دخلوا في اجتماعات مباشرة عبر الدوائر المغلقة حتى للي مش موجودين، ووضعوا مبادئ حاكمة محددة الأهداف وواضحة المعالم، لا تبحثوا عن مصطلح المصالحة الوطنية الفضفاض. احنا اوريدي دخلنا في المصالحة الوطنية، والآن بدأ اطلاق سراح السجناء، واحنا الشعب الليبي ما بيناتناش اي شيء، وسوف تمشي بنا المركب الى بر الامان اذا تمت الانتخابات، لكن وثيقه المبادئ الحاكمه هذه هي الضمانات يعني باختصار وقبول نتائج. طبعا الضمانات هذه الضمانات. يعني نعم انت تبي تبحث. انا لو كنت رئيس حكومه لكنت ناخذ زمام المبادره، او رئيس المجلس الرئاسي لكنت ناخذ زمام المبادره ونعقد هذا الاجتماع ونمشي به ونتنازل، وحتى المشير حفتر نمشي له لعنده ونرفع له هذه الوثيقه ونقول له نامل منك قبول بهذه الوثيقه واعلانها من قبل طرفكم بانكم انتم تقبلوا بالتداول السلمي على السلطه وبالتعايش السلمي بين المواطنين وبنتائج الانتخابات، وبنمشي بها للمجلس النواب وبنمشي بها لمجلس الدوله وبنمشي بها لكل مكان. هذه حقيقه. انا عندي المبدا، اذا كان انا نبي وطن المبادئ لا تتجزا. انا اليوم دخلت في حوار وجلست مع النظام السابق وأطلقت سراح السجناء اللي تمت تبرئتهم في المحكمة، ودخلت في حوار مع المنطقة الشرقية ومع القيادة العامة، والآن فيه وزراء في حكومة الوحدة الوطنية يمثلوا القيادة العامة ووكلاء وزراء، في ناس يمثلوا عقيلة صالح داخل الحكومة، في ناس يمثلوا المجلس أعلى للدولة، وكانت حكومة وحدة وطنية شاملة. خلاص معناته أنا ناخذ زمام المبادرة كمجلس رئاسي وناخذ هذه المبادئ والوثيقة الحاكمة
للتعايش السلمي والاجتماعي والأهلي ووقف الكامل لإطلاق النار ووضع مبادئ لقبول نتائج الانتخابات ونمررها على الجميع، ومازال الوقت أمامنا 100 يوم نستطيع عمل هذه الوثيقة كضمان يجمع الليبيين، وبعد هذه الوثيقة ما يعتمدوها الأطراف الفاعلة والسياسية والأطراف العسكرية نمررها على الأحزاب السياسية، ندير اجتماع للقوى الفاعلة السياسية شرقا وغربا وجنوبا، يجتمع بهم المجلس الرئاسي. القاعات عندنا ما شاء الله، والإمكانيات الدولة موجودة والفنادق موجودة. المجلس الرئاسي يعرض هذه الوثيقة على الأحزاب السياسية ويوقع عليها كل التكتلات السياسية اللي موجودة في ليبيا بالموافقة، وبعدها ننتقل لمرحلة ثالثة اللي هي مشايخ القبائل والأعيان في كل البلديات وعمداء البلديات، ونمر عليهم الوثيقة ويوقع عليها بالقبول. هيك أنت تكون جبت موافقة شعبية ومجتمعية وموافقة من كل أطراف المجتمع الليبي وشاركتهم معاك في هذه الوثيقة، ما حسش أي طرف بأن هو مستثني أو بأن هو يعني نعم. تم إقصاءه، وشاركت فيها الجميع، وهيك أنت حققت ضمانات حقيقية من أجل قبول نتائج الانتخابات. أنا لو كنت رئيس المجلس الرئاسي لكنت لوحت علي هالصفر وهالدوران الزايد والطائرة الرئاسية، ويوم في اليونان ويوم في قطر ويوم تروين، وقعمزت في مكتبي واشتغلت كان على هذه الوثيقة فقط في هالمئة يوم. معاش احنا مش مطلوب من المجلس الرئاسي الآن أي عمل إلا أن هو يدير لنا وثيقة نضمن بها قبول طيب. كل الأطراف. هذه فكرة عمل، هذه فكرة عملية للضمانات، ويا ريت الناس أيضا نعم. يسمعوا فينا يعطونا وجهة نظرهم في هذه المسألة اللي أنت طرحتها، بجمع القوى الفاعلة تتطور بعدين تتحول إلى 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 زي يعني زي العقد الاجتماعي يعني، أو السلام الأهلي لما يدخل طبعاً. فيها في مرحلة ثالثة الأعيان والقبائل. طبعا بكل تأكيد أنت لما تجد أن عمداء البلديات ومشايخ القبائل والأعيان وناس الفاعلة على الأرض والأحزاب السياسية والقوى العسكرية والحكومة والرئاسي والنواب مجلس أعلى الدولة شاركوا في هذه الوثيقة، رؤسائهم من فوق ووزعوها بعدين على القواعد الصف الثاني، فيكون الجميع شارك في قبول هذه. لكن ماذا عن الإرادة؟ ربما هذا هو السؤال الأهم، إرادة الناس أصحاب القوى الفاعلة هذه أو الناس القادة الحقيقيين، كيف تقدر أنت يعني كيف تقدر حجم الإرادة عندهم في انهم يلعبوا دور وطني زي اللي تتكلم فيه الان؟ انا نقول لكم على حاجه، انا متوسم خيرا في محمد المنفي وعبد الله اللافي وفي موسى الكوني، بينهم حقيقه الناس هاديه، ما شفناش منهم التشويش، ما شفناش منهم الـ يعني المناكفات، ما شفناش منهم يعني اخطائهم بسيطه، ممكن نقص الخبره ممكن كذا، لكن انا معول على هدوء واخلاق المجلس الرئاسي رئيسه والنواب متاعه، ومعول بأن في ناس الآن تسمع فينا ممكن تنقل لهم هذه الفكرة، إن يرحبوا، إن لو كان خديه محمد المنفي بالهدوء اللي هو فيه، هو وعبد الله اللافي وموسى الكوني خدوه زمام المبادرة، وكل واحد فيهم ينطلق إلى فئة معينة من شرائح المجتمع وجمعوا هذه المبادئ في وثيقة واحدة ومرروها خلال 30 يوم، أنا أكد لك نعم. أنهم يستطيعوا أن يحطوا فارق طيب. وأنهم سوف يذكروا في تاريخ ليبيا وسوف نعم. يكون موقفهم مشرف. نعم، خليك معنا المهدي عبد العاطي، ونبو نشركه يعني معنا الأستاذ إسماعيل برويحة والمهتم بالشأن السياسي. أستاذ إسماعيل أهلا وسهلا بك، وقبل ما نسمع وجهة نظرك عن قانون الانتخابات الرئاسية نبي نسألك على جزئية مهمة جدا كنا نطرحه في فكرة أنت قبل ما تنضم لنا الآن، طرحها أخونا المهدي عبد العاطي، عشان نحن نضمن أن فعلا البلد تسير إلى انتخابات ديمقراطية وحرة نزيهة. مسألة الضمانات، طرحت فكرة أن القوى الفاعلة الحقيقية الموجودة في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب تلتقي في زي الاجتماع أو مؤتمر لسلام، يعني مؤتمر يجمع هذه القوى الفاعلة كلها، وبعدين في مراحل معينة يدخل القبائل والتركيبات الاجتماعية ويتحول لزي ميثاق السلم، أو زي ما تقول يعني عقد اجتماعي غير مكتوب. فشو رأيك، شنو وجهة نظرك في فكرة زي هذه؟ تحية لك أستاذ خليل وللسادة المشاهدين. نعم أهلا وسهلا. الحقيقة هذه يعني سامحني في التعبير، يعني هذه الأحلام الوردية نتمناها جميعا، يعني وحتى ما يتحدث فيه ضيفك من طرابلس هذا كنا نتمناه، وكنا يعني الكل لا أعتقد أنه يعني يعارض أن ما فيش عليها خلاف الشتات الوطن. نعم بالفعل، ولكن الجراح الحقيقة هي أعمق بكثير يعني مما يعني تتحدثون عنه.
الطرف الذي يعني دائما يحاول الابتعاد عن التفاهمات وعن يعني عن المسار القانوني و يعني عن التعهدات ويعني ابتداء من اتفاق الصخيرات حتى يعني ملتقى الحوار، واليوم نرى كيف يعني ينحرف عقيلة صالح رئيس البرلمان يعني بعد أن خسر هذا البرلمان الحقيقة وانشق أكثر من نصفه وأتى إلى طرابلس ثم عاد إليه بعد يعني بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كانت بالمناصفة مع عقيلة صالح و حليفي خليفة حفتر. يعني للأسف يعني رأينا كيف عقيلة صالح تجاوز الجميع وتجاوز كل تلك التفاهمات وكل يعني ما ورد في ربما اتفاق الصخيرات وكل البنود التي تؤكد على أن البرلمان ليس لوحده وإنما هناك جسم استشاري يعني طرف رئيسي في إعداد القوانين وإعداد التشريعات، ويعني هناك لائحة داخلية كذلك تضبط هذا البرلمان، برلمان عقيلة صالح. للأسف نرى أن عقيلة صالح يعني يرمي أو بعرض الحائط كل تلك التفاهمات وكل تلك المواثيق والعهود التي كان هو طرف فيها، ويعني ينفرد اليوم بتشكيل القاعدة الدستورية منفرد، ويعني يذهب بنا إلى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، وهذا ليس الخيار الأول، لم يكن الخيار الأول، هناك خيارات أخرى أن تؤجل الانتخابات الرئاسية حتى يعني الاستفتاء على مشروع الدستور، ولكن يبدو أن عقيلة صالح يعني هذا الرجل يعني يتلقى الضوء الأخضر من الخارج، وهناك استخبارات دولية تدعمه وتقف خلفه، وبالتالي لا أحد يعترض على ما يقوم به من تجاوزات ابتداء من خرقه لما ورد في خارطة الطريق، ويعني ضرب كل يعني ما ورد في اتفاق الصخيرات عرض الحائط، ويعني انتهاكه أو تجاوزه للائحة الداخلية للبرلمان، ويصدر لنا قانون خاص به، قانون يعني يعترض عليه غالبية القوى الموجودة على الأرض يعني الحقيقة، ويعني قانون قلنا من البداية أنه يعني على مقاس أشخاص معينين وليس يعني قانون يحظى بالتوافق والإجماع. واضح جدا، وخليك معنا أخونا إسماعيل، لأنك أنت يعني كان عندك وجهة نظر في الفكرة اللي طرحها أخونا المهدي عبد العاطي. يعني سيد إسماعيل يشوف أن هذه كلنا نبوها وما فيش عليها خلاف، لكن هي تكاد تكون أحلام لأن الواقع مختلف والجراح أعمق زي ما هو يصف. نعم، يبدو أن الصوت مش واصل. يا أخي زيمان، أخونا المهدي، نعم، يا ريت تعاود الجملة. نعم، قلت لك أستاذ خليل، احنا أنا قلت لك الفكرة أن هو رئيس المجلس الرئاسي ياخذ زمام المبادرة ويطلق، يتصل شخصيا بحفتر، ويتصل شخصيا بعقيلة صالح، ويتصل شخصيا بخالد المشري وبرئيس الحكومة، ويدخلوا في اجتماع حتى عبر دوائر المغلقة ويعرض عليهم. يعني خالد المشري ممثل للمجلس أعلى للدولة اللي كان يدوي يتكلم عليه الأستاذ. وبعدين أنا نقول لك طبعا مع احترامي لكلمة أحلام وردية، دائما الشعب الليبي يقول أنتم تنظروا علينا، تطلعوا في التلفزيون تنظروا علينا. أنا اليوم مانيش قاعد ننظر، أنا قاعد نعطي في حلول وحلول قابلة للتطبيق. اليوم احنا شفنا رئيس المجلس الرئاسي والنواب متاعها عبر ملفات المصالحة الوطنية أطلقوا سراح السجناء وباركوا العديد من الاجتماعات وحلوا العديد من المختنقات والمشاكل، فما فيش باس إذا كان يعني مش أمر مستحيل، مش أمر مستحيل. يعني محمد المنفي زار الرجمة قبل هيك وقعد كل يوم يجتمع مع رئيس الحكومة وتلاقى هو وخالد المشري أكثر من مرة، وعبد الله اللافي يتلاقى هو وخالد المشري من نفس المدينة. يعني يقدروا يجيبوا خالد المشري في اجتماع ومعاهم عقيلة صالح عبر دوائر مغلقة ويجتمعوا هما ويقولوا له يا استاذ عقيلة لو سمحت، أو قدامك استاذ خالد، واحنا نبوا نحلوا هالمشكلة، نبوا نضعوا اتفاق، ما نبوش يصير طعون في قانون الانتخابات، نبوا ضمانات للمواطنين، أرجوكم هذه بلادنا. إذا كان أخذ زمام المبادرة محمد المنفي يستطيع هذا الأمر،
لكن كانوا بيقعد يتفرج، واحنا كنا نقولوا كل واحد يقيس في غلاه على الثاني، ما يبيش يتصل وما يبيش يقدم حلول وما يبيش ياخذ زمام المبادره. انا نقول لك لو محمد المنفي كلم عبد الله اللافي وموسى الكوني ومشوا لي خالد المشري واجتمعوا معاه ونادوا رئيس الحكومه ورئيس الاركان ووزير الداخليه واجتمعوا معاهم ونقلوا هذه الصوره عقيله صالح وحددوا موعد اجتماع عبر الدوائر المغلقه وكلموا حفتر واجتمعوا معاه ودخلوه في اجتماع او من يمثله عبر الدوائر المغلقه وصاغوا مبادئ يتفقوا عليها في هذا الاجتماع يعرضوها خلال ساعتين يكونوا طلعوا لنا بوثيقه وتوزع وتقبل على نتائجها من كل الاطراف. علاش مستحيل وعلاش احلام ورديه؟ الواقع اليوم يقول لك فيه جراح وفيه دم، بايش بنديروا لها الجراح والدم يا ناس؟ راهي الام اللي فقدت ولدها في القطرون نفسها هي اللي العقوريه ونفسها هي المصراتيه ونفسها هي الورفليه ونفسها هي الطرابلسيه يا جماعه الخير. فخلاص احنا لازم نبغوا نشبحوا لها البلاد. لازم نبغوا نتلاقوا عليه 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 كلمه وطن وعليه كلمه ليبيا. ما عادش نبغوا نفرطوا احنا يا ودي الدم هذا باي بنقعدوا نقاش والجرح كبير والدم كبير باي قديش منه باي الدم كلهم كلهم كل مدينه وكل عائله وكل شارع وكل بيت وكل ام فقدت ولدها هي ليبيه وكل اب هو ليبي وكل زوجه هي ليبيه وكل شاب تقطعوا رجليه هو ليبي ومسؤوليته على الدوله الليبيه كلهم قاعدين يتعالجوا على حساب الدوله الليبيه وكلهم يصرفوا في الفلوس على السلاح يقاتلوا بيه في بعضهم من فلوس الشعب الليبي وكلهم عايشين في ارض ليبيه واحده وكلهم بيناتهم اصهار وتناسب ومناسبين بعضهم وبيناتهم صله قرابه ورحم. خلاص ننسوه نسكروه الكتاب الماضي. عينا وتعبنا من كثره الدم ومن كثره الجراح، ما عادش نبغوا نتكلموا عليهم، ما عادش نبغوا نقولوا جرح كبير والجرح ينزف ولازم نديروا عداله اجتماعيه ولازم طيب. نحقوا عداله انتقاليه، ما عادش احنا بنتحركوا من المربع اللي احنا واضح جدا فيه اخونا المهدي اذا تكلمنا بهالاسلوب هذا. نعم واضح جدا. نرجع مره اخرى للاستاذ اسماعيل برويحه. استاذ اسماعيل يعني تفضل اذا كنت تبي يعني تبي تصحح بعض الاشياء، عندك وجهه نظر، تبي تعلق على التفاصيل اللي ذكرها اخونا المهدي، تفضل. نعم. هو ضيفك يعني من طرابلس يعني كان في البدايه يتكلم الحقيقه بطريقه افلاطونيه يعني ان صح القول وكانه يملك عصا سحريه لضبط الامور يعني وكانه لم يعش معنا التجربه التي خضناها مع رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يعني يتشبث برئاسة هذا البرلمان منذ 6 سنوات وكأنه تناسى العدوان الذي يعني شنه خليفة. طيب هو ربما كثيرين يتفقوا معك أستاذ إسماعيل، لكن الآن شنو الحل؟ نبو حل عملي الآن بما أن هذه كلها أمور أصبحت يعني من الماضي من المفترض. ثم يتحدث بطريقة شعبوية يخاطب فيها عواطف الناس ويعني سامحني أخونا إسماعيل مغر شخصنا، انا فاهمك والله، لكن غير ما يكون الموضوع شخصي نبو نعلقه على كلام المهدي نفسه يعني بغض النظر عن اي شيء اخر. نعم تفضل. يا اخي عقيلة صالح يعني الكلام لك ولضيفك وحتى للساده المشاهدين. نعم. عقيلة صالح يعني اذا كانت يعني التعهدات او التفاهمات التي تمت مع حلفي او مع تياري أو مع تنظيمه كانت تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة ولم يعني وعندما أصر على خرقها أكثر من مرة لم يكن هناك أي رادع ولم تتدخل بعثة الأمم المتحدة لوقف هذه التجاوزات التي يقوم بها عقيلة صالح، فكيف لنا نحن أن نصل بمفردنا إلى تفاهمات كما يتحدث ضيفك مع شخص عقيلة صالح او خليفه حفتر؟ طيب في سؤال مهم يسأل فيه الناس. نعم وخليك تكمل استاذ اسماعيل، بس نعم. في سؤال مهم، شنو هي المشكله في اصدار قانون انتخابات رئاسيه وقانون انتخابات برلمانيه واللي يختار الشعب الليبي هو اللي يعني يكون موجود، حتكون في مراقبه دوليه وفي مراقبين محليين والاتحاد الاوروبي واكيد حيكون ناس مثلا من جامعه الدول العربيه، شنو المشكله في اصدار قانون انتخابات رئيس واصدار قانون انتخابات برلمانيه؟ هل شرط ضروري ان يتم مسألة التوافق على كل شيء؟ البعض يرى أنه هو شرط تعطيل شرط التوافق تورطنا فيه مدة 10 سنوات يعني. البرلمان ليس يعني ليس نعم. ليس وحده من يعني يصيغ القوانين يعني وحتى في خارطة الطريق يعني بناء على يعني ما ورد في خارطة الطريق نعم. المسار الدستوري كلفت له لجنة مشتركة ما بين
المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، كيف تم تجاوز هذه يعني هذه اللجنة، وكيف تم تجاوز ملتقى الحوار على أي أساس؟ يعني حتى بعثة الأمم المتحدة يعني التي يعني قبلت ما قام به عقيلة صالح لم توضح لنا الأساس القانوني التي يعني بمقتضاه قام أقدم عقيلة صالح على هذه الخطوة أن يحدد لنا الخيار الوحيد، وهو أن يكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية على أي أساس؟ يعني هناك لجنة مكلفة من الجسمين المجلس الأعلى والدولة تم تجاوزها، على أي أساس تم تجاوزها؟ وهناك أمر آخر يعني ما قام به من يعني عقيلة صالح داخل البرلمان وهو إعداد قانون الانتخاب لم يعرضه على أعضاء البرلمان، هناك لائحة داخلية تضبط عمل هذا البرلمان، لم يتم التصويت بنصاب قانوني على هذا البرلمان، هناك العديد من البرلمانيون قالوا أن هذا المشروع لم يعرض علينا، هذه كلها تجاوزات، كيف تريد مني يعني أن 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 أن, أن يعني أقبل بنتائج واضح جدا، هذه نقطة واضحة. الذهاب إلى انتخابات على قاعدة دستورية ينفرد بها شخص لوحده ثم تصر على أن أقبل بهذه النتائج التي سوف يعني تجرى في 24 ديسمبر، بعد 24 ديسمبر أنت ابتعدت عن المسار القانوني وابتعدت عن يعني الإجراءات القانونية التي كان من المفترض أن يعني يصاغ من خلالها قانون أو لائحة دستورية، عفوا قاعدة دستورية على أساسها يتم إجراء الانتخابات، حتى لا نقع في المشاكل التي يتحدث عليها ضيفك ويتوجس منها الجميع، ونحن كنا حريصين على هذا الأمر الحقيقة، كنا نريد يعني التحضير لقاعدة دستورية لا يتجاوزها أحد، تكون بتوافق الجميع، طيب. حتى يعني لا يحدث يعني رفض لنتائج الانتخابات وعدم اعتراف بفوز الشخصيات التي تقدمت لرئاسة مثلا الدولة أو يعني الحصول على مقاعد في السلطة التشريعية القادمة، ولكن هذه الحقيقة كل التجاوزات هذه تضع مطبات وعراقيل أمام القبول بنتائج الانتخابات. فكرتك واضحة جدا. جرت بالفعل في 24 ديسمبر، والمسؤول الأول هو عقيلة صالح على كل واضح جدا استاذ اسماعيل، لكن عشان الوقت ما سيحدث بعد هذه الانتخابات والفوضى ربما التي يعني مقبلة عليها البلاد هي في مسؤولية عقيلة صالح وحلفائه ومن يدعمه من خارج حدود الدولة. واضح جدا استاذ اسماعيل، خليك معنا نبغى نسمع وجهه نظر الاستاذ المهدي عبد العاطي. يعني استاذ اسماعيل يقول لك ان يعني عقيله صالح يعني هو يعتبر انه هو معرقل ويعتبر انه هو تجاوز خر الطريق وتجاوز الاتفاق السياسي، ومفروض ان في لجنه مشكله بين البرلمان وبين مجلس الدوله، فكيف انتم تديروا هالقصه هذه كلها رغم كل هذه التجاوزات، وبعدين انتم يعني تنتظروا في نتائج افضل وتنتظروا ان يكون في ضمانات وتنتظروا ان فيش حد يعترض، فيقول لك الرجل هو تجاوز الاشياء هذه كلها. أولا أستاذ خليل، أنا تكلمت من بداية الحلقة إلى الآن وذكرت لك بأن كامل المسؤولية تقع على مجلس النواب، نعم. وعليهم تحمل المسؤولية في تحصين قانون انتخاب الرئيس وقانون والقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية حتى من الطعون، وتكلمنا فيه الأمر هذا، نعم. وأنا قلت لك من بداية الحلقة وضيفك يسمع فيها أو نعاودها أو هو بعدين يرجع لبداية الحلقة كانوا ما سمعهاش يرجع لها في التسجيل، وقلت لك أنا خايف من أن يكون عقيلة صالح وضعنا عقبة في الطريق أنه هو طلع لنا قانون انتخابات الرئيس بهذه الطريقة، وإحنا خايفين أن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية لا تخرج بالصورة الصحيحة وممكن تخرج لنا زي سنة 2014. أنا ذكرتها من البداية الكلام هذا وما انكرتاش. أولا أنا ما نتكلمش بطريقة شعبوية، أنا إنسان سياسي يا أستاذ إسماعيل، وأنا لن أترشح لأي انتخابات قادمة باش نتكلم بطريقة شعبوية، خيرك ما تقولش هذا الشخص يتكلم بطريقة وطنية، خيرك ما تقولش يتكلم عن الوطن بحرقة، أنا إنسان سياسي لن أترشح يا أستاذ إسماعيل، ونقولها أمام الليبيين الآن، لن أترشح في أي انتخابات قادمة، ولن أكون مترشح في الانتخابات باش نتكلم بطريقة شعبوية، أنا نتكلم بوطن، نتكلم بوطنية، نقول لك في حلول. أنت تقول والله عقيلة صالح ما التزمش، بنقول لك أنا أجيب خالد المشري على رئيس المجلس الرئاسي، أخذ زمام المبادرة بحكم أنه هو مسؤول الآن، وتوزيع المهام المسؤولية عليهم كلهم،
ويجيبوا السيد خالد المشري يدخل في حوار مباشر مع عقيلة صالح ويتم اتفاق داخل الحوار هذا، والاجتماع هذا يتم تسجيله وتوثيقه، ولو رفض عقيلة صالح بيقعد في مأزق أمام الشعب الليبي إن رفض اجتماع بتنذكر فيه مبادئ 1 2 3 4 5. يعرضوا المجلس الرئاسي فكرة هذا الاجتماع بين خالد المشري وعقيلة صالح ورئيس الحكومة ورئاسة الأركان بين المنطقة الشرقية والغربية ووزير الداخلية، ويقولوا احنا اجتمعنا في يوم الفلاني وعرضنا بنوقع على اعتماد قانون الانتخابات وعلى قانون انتخابات الرئيس، وبنوقع على مبادئ حاكمة لقبول النتائج، وبنوقع على التداول السلمي على السلطة، وبنتفقوا عليه. ما هوش أفلاطونية الكلام هذا، وما هوش شعبوي، هذا كلام يبي ناس عندها إحساس بالمسؤولية كرئيس مجلس رئاسي ونوابة، ويبي ناس تشعر بالمسؤولية، ويبي ناس تشتغل بحرقة من أجل الوطن. أنا لست شعبوي، ولن أكون شعبويا يوم من الأيام، ولا ألامس في عواطف الناس. الناس أنا واحد منهم، أنا مواطن وعشت القصف في طرابلس، وعندي ناس فقدتهم أعزاز علي. لكن أنت اليوم تتكلم عن مرحلة وحيدة، تتكلم على حقبة صارت، على هجوم صار على طرابلس فقط، ما تكلمتش على المراحل السابقة، ما تكلمتش على فجر ليبيا، ما تكلمتش على حرب الشروق ولا المواني النفطية، ما تكلمتش على معركة داعش، ما تكلمتش على الشباب الليبيين اللي فقدناهم. يعني توا أنت يهمك بس كان الشاب اللي خسرته يدافع على طرابلس، باي الشاب اللي كاين في الصابري ضد داعش ما يهمكش، ما هوش ليبي، ولا لأنه هو من المنطقة الشرقية وينتمي للمؤسسة العسكرية، ما هو مات ضد داعش، هو يحارب في اللي يحارب من أجل ليبيا ضد تنظيم داعش، والشاب اللي مات في سرت ما هو مات ضد تنظيم داعش، والشاب اللي مات يدافع على الجنوب أمس ما هو مات من أجل ليبيا. فاحنا اليوم باش احنا نكونوا ناس عمليين، لو كل طرف بيتشبت برايه وانه هو بس اللي صح وانه هو كذا، خالد المشري ومجلس اعلى الدوله كلهم اخطاء وعيوب يا استاذ، كلهم اخطاء وعيوب، ونعرفوا كل شيء وعندنا بالادله وكل شيء نعرفوه، وصراعهم الان يكفيهم، بس يكفيهم مسؤوليه يتحملوها امام الشعب الليبي، بقاء الصديق الكبير لتو في الحكم، هذه تكفي. هذه كارثه الكبرى، كارثه وطامه ليبيا اللي اسمها الصديق الكبير، بقاءه هو كل سبب فيه المجلس على الدولة، سادهم هالكارثة اللي داروهن. إذا كان أنت تشعر بأنك أنت والله الصديق الكبير يمثلك وأنت عايش في خير ونعم وما شاء الله عليك ومرتبك تمشي تقبض فيه كامل، راحنا عندنا عزايز وشيابين على خاطر يأخذوا في 450 جنيه يباتوا طيب قدام المصرف. تفاصيل واضحه جدا اخونا المهدي، في للاسف طبعا دهمنا الوقت وكان من المفترض يعني يكون في وقت اكثر، عندنا دقيقتين بس نعطي الفرصه لاخونا اسماعيل. يعني اخونا اسماعيل، يعني لو كان مثلا نفكروا شوي في مساله الحلول، في وجهه نظرك، يعني في وجهه نظرك شنو هو الحل العملي اللي ممكن اتخاذه عشان احنا نصل بسلام ل 24 ديسمبر؟ هل في مثلا وجهه نظر اخرى ربما نحن اغفلناها ما ذكرتش يعني اثناء النقاش هذا؟ هل في فكره ربما هي تكون افضل وعمليه اكثر عشان تنجح الانتخابات، بحكم ان هذا متفق عليه ايضا ان الجميع يريد انتخابات نزيهه وديمقراطيه ومستقله؟ تفضل اخونا اسماعيل. نعم، نحاول نعود الاتصال مع اخونا اسماعيل برويحة عشان يعني نعطوه فرصه يعني للحديث وتوضيح وجهه نظره. إذا المهدي عبد العاطي، في تقديرك لو أن مثلا يعني لا قدر الله السيناريوهات مشت في 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 اتجاهات سلبية، والبعض يعني شاف أن يعني بيتجاوز مسألة دور المعارضة السياسية إلى معارضة مثلا عسكرية لا قدر الله، شن هو البديل في تقديرك؟ ما فيش بديل. الشعب الليبي لو بيرتضي بهالسكوت والصمت وبيستمروا في أن هم يقبلوا بهالعمليات العسكرية واستمرار موت أولادهم، والله ما عندنا ما بندير لهم يا خليل. أنا طلعت وتكلمت ووضحت أن احنا شعب لابد لنا من قبول بعضنا البعض، لابد لنا من تناسي الماضي، لابد لنا من طي هذه الصفحة بكل ما فيها من سلبيات وإيجابيات. كل الليبيين أخطأنا في حق بعضنا، واخطأنا في حق أولادنا، واخطأنا في حق بلادنا، ولازم نتناسوا هذا كله وندوسوا على هذا الجرح. ومثل ما احنا قبلنا بفرج قعيم كاين يقاتل فينا واليوم وكيل وزارة للداخلية في ليبيا، قبلنا بوليد اللافي كان يحارب فينا بآلته الإعلامية واليوم هو وزير لشؤون الاتصال وماسك ومسيطر على الإعلام في رئاسة الحكومة، طيب. زي ما قبلنا بوجود فلان وفلان
نقبل ببعضنا، نقبل بمزيد طيب واضحة من جدا. الجلوس والحوار مع بعضنا للاسف البعض. في 3 دقائق لكن الرجاع معنا اسماعيل بروحي عشان اعطي فرصه اخونا المهدي عبد العاطي. استاذ اسماعيل اهلا وسهلا بك، للاسف يعني دهمنا الوقت، يا ريت في دقيقتين تلخص لنا. كنت نسال فيك على هل عندك وجهه نظر مختلفه في مساله الحل العملي اللي يخلينا نحن نصل الى انتخابات 24 ديسمبر؟ يا استاذ خليل يعني نعم. ما بني على باطل فهو باطل الحقيقه. يعني عقيلة صالح عندما يحرم الليبيين من الاستفتاء على مشروع دستور يضبط البلاد يعني ويحدد صلاحيات واختصاصات كل جسم يعني في هذه الدولة، عندما يعني احتفظ بمسودة الدستور التي أنجزتها يعني لجنة منتخبة من قبل الشعب وحرم الليبيين من الاستفتاء عليه، لم يكن عبطا وإنما كان يحضر لمثل هذه الأمور، هو يعني يفكر ويتصرف بنفس عقلية زعيمه السابق معمر القذافي الذي حرم الليبيين أو قاد الليبيين 42 سنة بدون طيب دستور. طيب شو هو الحلول العملية يطالب المثقفين وكانت تطالب بعض النخب القذافي بأن يضع دستور ويفصله على يعني طيب. هواه الحلول العملية أستاذ إسماعيل نعم نبوا نحكي على مسألة الحلول العملية بغض النظر عن توصيف المشهد يعني نعم نعم يا أستاذ خليل نعم قلت لك الحلول يعني بغض النظر عن التوصيف نبوا لكن شنو هو الحل العملي في تقديرك؟ عقيلة صالح نعم صوت متقطع يعني مش عارف الحل العملي أستاذ إسماعيل شنو الحل العملي اللي ممكن نحن نديروه عشان فعلا نصل للعدالة اللي أنت تحكي عليها ونصل للديمقراطية والانتخابات؟ الحل العملي الحل العملي يا أستاذ خليل هذا البرلمان يعني عمره ليس سنة أو سنتان، هذا البرلمان عمره 6 سنوات وأدخل البلاد في مأزق كبير ونصب شخصية عسكرية يعني أفسدت يعني البلاد ودخلت البلاد في احتراب ودخلت البلاد في انقسام كبير جدا. الموضوع يعني كبير كما قلت، لو أن عمر هذا البرلمان كان سنة ممكن. نحن يعني ما أتت به خارطة الطريق وحكومة الوحدة الوطنية كنا نتوقع أن يكون هذا المشروع التوافقي طيب. إنقاذ لهذا الوضع الذي وصلت له البلاد، ولكن للأسف حتى هذه الفرصة الأخيرة يعني حكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق التي كنا نأمل فيها قلنا لعل وعسى طيب. 30 ثانية أخونا إسماعيل للأسف الأمل على رأس الساعة نحن في 30 ثانية على هذه الخارطة يا أستاذ خليل نعم ويعني نعم نعم في 30 ثانية يا ريت في جملة أخيرة أستاذ إسماعيل سامحنا لأن دخلنا على رأس الساعة بكل أسف 30 ثانية تفضل الجسم الذي يوازي البرلمان وهو المجلس الأعلى للدولة يرفض ما قام به عقيلة صالح وهناك يعني عدد كبير من نواب البرلمان يرفضون ما قام به عقيلة صالح من الإقدام على إعداد نعم. مشروع يعني الدستور أو قانون انتخاب الرئيس وهذا ربما يدفع بعض الأطراف والقوى ويعني طيب. مثلا كالاجسام السياسيه كالمجلس الاعلى للدوله ربما نعم. للذهاب الى خيارات اخرى يعني نعم واضح جدا نشكرك استاذ اسماعيل سامحنا على ضيق الوقت نعم نشكرك جزيل الشكر وفي 10 ثواني 20 ثانيه اخونا المهدي في كلمه اخيره عشان نختمه في 20 ثانيه كلمه اخيره استاذ خليل انا نامل ان يكون مجلس النواب امام مسؤوليته التاريخيه ويضمن قانون الانتخاب الرئيس والقاعدة نعم. الدستورية يخرجنا بقاعدة دستورية تكون مشاركة بها الأحزاب في العملية السياسية القادمة لانتخاب البرلمان القادم طيب. وأيضا نطالب المجلس الرئاسي بعمل اجتماع مغلق بين كل هذه الأجسام العسكرية نعم. والسياسية اللي داخل الأرض الليبية على وثيقة مبادئ حاكمة من أجل التعايش السلمي جدا. وقبول نتائج الانتخابات نعم نشكر الجميع أستاذ مهدي عبد العاطي المهتم بالشأن السياسي والكاتب أيضا ونشكر الأستاذ إسماعيل برويح المهتم بالشأن السياسي وصلنا إلى نهاية حلقة البلاد تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة